السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. and hello hello. النهاردة هنشرح مع بعض التايم او الكلوك او الساعة. هنشوف ازاي نجاوب عليها بكل حالاتها مع طلبة جريد 1 او جريد 2 او جريد 3 لو حابين نشرح لهم الساعة بنفس الطريقة. اوكي؟ او جريد 2 صح؟ اول حاجة هنشرحها في التايم او الوقت. لازم اعرف الاول سؤال، ما الوقت؟ يعني ايه ما الوقت؟ what time is it؟ دي اول حاجه لازم اعرفها. what time is it؟ يعني ما الوقت؟ what time is it؟ يعني ما الوقت؟ بعد ما بسال ما الوقت عندي ثلاث انواع من الوقت، يا اما الساعه بتاعتي بالظبط زي مثلا 4 بالظبط، بلاقي العرب الكبير على ال 12، يبقى لما انا اعرف ان هي بالظبط بيبقى العرب الكبير على الكام؟ على 12. تمام. يا اما ساعتي ممكن تبقى ونص، بلاقي ساعتها العرب الكبير على الكام؟ على 6. اوكي. يا اما ساعتي بتبقى الا ربع، ساعتها بيبقى العرب الكبير على الكام؟ على 9. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث انواع من الساعه، يا اما الساعه بالظبط، يا اما ونص، يا اما الا ربع. هنقولهم تاني، يا اما الساعة بالظبط، يا اما ونص، يا اما الا ربع. تمام. هنعمل امثلة دلوقتي ونحفظ بيها. يلا، ورسمنا دلوقتي خمس صور هنحلهم مع بعض ومعانا اصحابنا برضو، ويلا نشوف هنحلهم ازاي. اول حاجة الصورة دلوقتي مثلا يا يحيى، العرب كبير على 12، يبقى انا ساعتي بالظبط ولا ونص ولا الا ربع؟ بالظبط. برافو عليك. طالما الساعة بالظبط ببدأ بإيه يا يحيى؟ أم كاتبة إيت إز 3 أوكلوك. إيت إز الرقم أوكلوك، يبقى أنا لما يكون العربي الكبير على الـ 12 هي بقول إيه؟ إيت إز الرقم أوكلوك. إيت إز الرقم أوكلوك. إيت إز الرقم أوكلوك. يعني إيه الرقم؟ اللي هو الرقم اللي قدام العربي الصغير. الرقم اللي قدام العقرب الصغير ده هو يقولوا ال 12. ال 12 دي وظيفتها بس ان هي بتعرفني ان الساعه شارب يعني بالظبط. يبقى اول ما الاقي العرب على 12 يبقى انا ساعتي بالظبط. وبجاوب ازاي؟ ات از الرقم كلوك. ات از الرقم كلوك. ات از الرقم كلوك. مثلا يا جودي تعالي هنا ساعدينا يلا وحلي معانا المساله الثانيه او الساعه الثانيه. بصي يا حبيبي هنحلها ازاي؟ يلا قولي لي، اسألي قولي لي الأول ما السؤال؟ ما الوقت اللي هو إيه؟ لا نعلي صوتنا. What time is it؟ الساعة دلوقتي إيه؟ العربي الكبير على كام؟ 6. وطالما على 6 يبقى أنا ساعتي بالظبط ولا ونص؟ طيب بحلها إزاي؟ هي لسه أول مرة هتاخدها معاكوا حالا. ببدأ بإيه الأول؟ برافو عليك. هتخلص هي من إيت إز. لا، بدل ما ببدأ بالتو بحط كلمة ونص، هاف باست. بقول إيه يا جودي؟ هاف باست. يبقى هتقولي إيه كده تاني سامعيني؟ هاف باست. برافو عليكي. قوليها تاني كده. إت إز هاف باست. كلاب يور هاند، سافة حلوة ليها. يبقى شرحتها لنا ازاي؟ قالت لي هبدا ايت از، وبصيت على العربي الكبير لقيته على السته، يعني ساعتي بالظبط ولا ونص؟ ونص. يبقى هكتب كلمه ونص، هاف باست الرقم. هاف باست الرقم. برافو عليكم. سي داون. بعد كده عندي الساعه الثالثه ايه؟ على ال 12 عشان اقول بالظبط. طب على ال 6 عشان اقول ونص؟ على ال 6؟ نو. امال على الكام؟ يبقى ساعتي بالظبط ولا ونص ولا الا ربع؟ بالظبط ولا ونص ولا الا ربع؟ ادوا لها فرصه الاول. اول حاجه بتكتبي ايه وتخلصي منهم؟ بقول ايه؟ برافو عليكي، اديني كتبت اهو. ات از. وكلمه الا ربع الاول اخلص منها، هاف باست ولا كوارتر تو؟ يبقى ات از كوارتر تو. وفي الاخر بحط ليه؟ الرقم. كلمة اوكلوك ما بتتحطش غير لو الساعة بالظبط. يبقى اتس ايه الرقم اللي قدام العربي الصغير؟ فور.
يبقى it's quarter to four يعني الساعة 4 إلا ربع. clap your hands, sit down. يلا يا يحيى معانا الساعة اللي بعدها العرب الكبير على الاتناشر. لو اتناشر كانت ايه؟ بالظبط. طب لو على الستة يبقى الساعة ونص. ونص. طب على التسعة يبقى الساعة الا ربع. برافو عليك. دلوقتي هي على السكس اهي يبقى بالظبط ولا ونص ولا الا ربع؟ لا ستة ونص. لا يا حبيبي الصغير على التسعة بس الكبير هو اللي على الستة. انا ببص على العرب الكبير ونص. بنخلص من ايه الاول يا يحيى؟ برافو عليك. كتبنا لك it is. ها وطالما ونص هتحط half past ولا quarter to؟ هحط half past. برافو عليك. clap your hands. برافو عليك. لا ما بحطش o'clock. o'clock دي بحطها لو الساعة بالظبط اهي. it's half past nine. الساعة تسعة ونص. يلا يا ادم. انا؟ yes off here stand here. العرب الكبير يا ادم على الناين على التسعة اقف هنا. يبقى ساعتك بالظبط ولا ونص ولا الا ربع؟ الا ربع. طيب اكتب ايه الاول وبخلص منه يا ادم؟ it is. برافو عليك. ادي it is. طالما الا ربع هتكتب half past ولا quarter to؟ quarter to. هكتب ايه؟ كوارتر تو. العربي الصغير على كام؟ يبقى it's quarter to one. good job ادم. clap your hands. برافو عليكم. ودي ابسط طريقه لشرح الساعه. نقولها تاني. يبقى لو العربي الكبير على ال 12 يبقى انا ساعتي؟ يبقى انا ساعتي؟ تمام. وساعتها بحط في الاخر كلوك. لكن لو العربي الكبير على السكس السته يبقى انا ساعتي؟ ونص. وساعتها بكتب ايه؟ ها بس الرقم. ها بس الرقم. ها بس الرقم. ها بس الرقم. لكن لو العربي الكبير على التسعة يبقى ونص ولا بالظبط ولا الا ربع؟ الا ربع. وطالما الا ربع هكتب هاف بس ولا كوارتر تو؟ كوارتر تو. هاف بس ولا كوارتر تو؟ كوارتر تو. كوارتر تو بالرقم. طب الرقم ده انتوا بتحتاروا فيه ليه؟ هو دايما الرقم اللي قدام العقرب الصغير. الرقم اللي قدام العقرب الصغير. تمام. يبقى كده خدناها اوكلوك بالظبط، هاف بس ونص، كوارتر تو الا ربع. كلوك يعني بالظبط، هاف باست ونص، كوارتر تو يعني الا ربع. ثانك يو.